السلام عليكم. بمناسبة المولد النبوي الشريف، بغيت نبارك المغاربة وجميع المسلمين هذه المناسبة الشريفة، وبغيت نذكر واحد الحديث النبوي للرسول عليه الصلاة والسلام: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. مؤخرا راج واحد الموضوع اللي هو حديث الناس، وفضلنا أنا وهناء الصمت فيه لأنه كنشوف هو الخيار الأفضل، خصوصا أننا كمغاربة شفنا بعض القصص مماثلة، وكنظن أنكم غتوافقوني الرأي أنه في بعض المواضيع اللي هي خاصة ما كتعالجش بالتصريحات والخرجات الإعلامية الكثيرة. لكن بغيت نشير أنه أنا وهناء بحالنا بحالكم شفنا هاد الفيديو وتفاجئنا، وبغيت نأكد أنه راه ما كان تشي اتصال ولا تواصل مع تشي طرف لا من قبل لا ليومنا هذا. لكن بعد تفكير طويل انا وهنا قررنا اننا نخرجوا بهذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي تكون هي الاولى والاخيره بخصوص هذا الموضوع. وهذا الفيديو هذه راه هي للتوضيح لا للتبرير. اليوم لقينا راسنا حنا طرف موضوع كيمس الحياه الشخصيه ديالنا، كيف ما قال صفاء رحنا بحالنا بحالكم شفنا لا فيديو اول مره وسمعنا ليها وتفاجئنا بها، شفنا هاد السيده وحنا متاثرين، درنا قلبنا عليها لانه حاله انسانيه كتاثر في اي واحد. ام مكلومه كتقلب على بنيتاتها التوميات مجروحه عليهم، كتمنى شي نهار تشوفهم. كنتمنى ليها انا وصفاء تلقى بناتها التوميات، تلقاهم شي نهار، لانه انا وصفاء ماشي هما البنات اللي كتقلب عليهم. كان ليا الشرف تكون هي امي، يعني لو كانت منى كنا غنقولوها العلن ونفرحوا بها، لكن حنا عندنا منى، عندنا منى الحقيقيه اللي هي عينينا، وعندنا والدينا اللي الله يخليهم لينا ويحفظهم لينا. يخلي لكم والديكم يا رب. احنا عذرناها لانه انا وصفاء بدينا في الفن صغورات، الناس او المغاربه شاهدونا وشافونا وكنكبروا قدام عينيهم. هذا الشيء خلى يكون واحد العلاقه ما بيننا وما بين امهات المغربيات، علاقه ام مع بنتها، وهذا الشيء راه كنت كنذكروا في منابر اعلاميه. لكن هذه الحاله حاله استثنائيه، حاله خاصه، الله يحسن العوان. صعيب انه هاد السيده تخلي هاد الفكره وتساهم او تساعد نوعا ما انه هاد الفكره المزيفه تكون عندها في دماغها. هذه حاجه كضرها اكثر ما كتساعدها، وحرام عليهم. لكن ما نساوش انه كاينه واحد الام اخرى اللي هي منى الحقيقيه لولداتنا، رباتنا، كبراتنا، قراتنا، وحاولت توصلنا لواحد المراتب، وبين ليلى وضحى تشوف راسها محط شكوك، تشوف راسها حديث الناس. هذه حاجه كضر. نشوفوا هذا الطرف الاخر. حنا كاسره غنحاولوا ان شاء الله نتجاوزوا هذا الموضوع، وغيبقى كيف ما دائما انا وصفاء التوجه ديالنا شنو هو في الفن. العائله كتبقى بعيده على الفن، كتبقى الخصوصيه بعيده، لانه انا وصفاء الوحيده اللي دخلنا المجال وكان هذا قرارنا وكنتحملوه. لكن اي وصل ما بيننا وما بين الجمهور، ما بين احبابنا، غيكون هو اعمالنا الفنيه فقط. كنظن هذا هو المطلوب منا كفنانات. غندير بين قوسين اعتذار خاص للصحفيين والاعلاميين والفنانين اللي كانوا كيحاولوا يتواصلوا معنا وانا وصفاء ما رضيناش عليهم، سمحوا لينا بزاف. كنظن غتلتمسوا لنا العذر لانه كتعرفوا شخصيتنا كيفاش دايره بحال هاد المواقف، كنكون عندنا واحد النوع من التريث شويه ديال الرجوع الوراء ودراسه الموضوع، لانه اي خروج منا غير مدروس غيضر الاطراف وانا بغيت نضر حتى شي واحد. اكيد لا. غنرجعوا نقولوا كاخر حاجه، كنتمناو من قلبنا في هاد الايام المباركة، وكنتمنى من اي واحد غيشوف هاد الفيديو يدعي مع هاد السيدة، وحنا كلنا كندعو معها تلقى مع بناتها التونيات الحقيقيات وتفرح بشوفتهم، وان شاء الله بما تلقاهم كنقولوا لحنا كاملين المغاربة ولادك. شكرا.